نتناقش ده كمان يا احمد مع واحد كان في يوم من الايام لاعب للباريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، طبعا معانا عبر سكايب برونو كاروتي، ده طبعا المدير يعني الرياضي الحالي لفريق مونبلييه، وطبعا واحد من اساطير الكره الفرنسيه منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان. بنرحب بيك على شاشه قناه النادي وفي المحترف، مساء الخير عليك. Buenas tardes a todos. مساء الخير على الجميع. También a todos los aficionados de Ali Tele. مساء الخير على قناه وجماهير النادي الاهلي. سعيد بتواجدي على قناة الأهلي لأن الأهلي هو أعظم الأندية في أفريقيا والوطن العربي. إحنا سعداء طبعا بشخصية كبيرة على سواء على الجانب الرياضي كلاعب كبير في الدوري الفرنسي أو على الجانب كمان الإداري. وخلينا قبل ما نتكلم على البي اس جي خلينا نتكلم على مونبلييه الموسم الماضي نهى في المركز التاسع في الدوري الفرنسي. عايز اعرف منك طموحات مونبلييه في الموسم القادم، هل مونبلييه قادم بقوه للمنافسه على مراكز في الدوريات الاوروبيه ام ممكن يكون في مشروع طويل الاجل لنشوف مونبلييه مره ثانيه في دوري ابطال اوروبا؟ جيد. أعتقد أن الحديث عن الفوز بلقب الليغا الدوري الفرنسي بالنسبة لمونبلييه في هذا الوقت سيكون صعب جدا ومعقد بعض الشيء، لأن تتحدث عن أندية كبيرة وعظيمة في فرنسا، ومن الواضح أن وجود أندية كبيرة مثل مارسيليا وباريس سان جيرمان وليل ونيس قاموا بعمل تدعيمات قوية وهم أقوى في أرضية الميدان وعلى الورق وعلى كل شيء من ناحية الأرقام أقوى من مونبلييه. أتفق معك تماما، وده هياخدنا لسؤال مهم جدا. أنت بتتكلم على فرق على مستوى عالي جدا على رأسهم باريس سان جيرمان، وكنت مع ضيفي الموجود بنتكلم على باريس سان جيرمان. أنت شايف إيه اللي ناقص باريس سان جيرمان للحصول على دوري الأبطال رغم وجود عدد كبير جدا من اللاعبين العظماء زي ميسي، بنتكلم على نيمار وبنتكلم على مبابي وغيرهم من النجوم، ايه اللي ناقص باريس سان جيرمان للفوز بدوري الابطال؟ اعتقد ان حان الوقت لفوز باريس سان جيرمان للتشامبيونز ليج. أعتقد أن باريس يقومون بعمل كبير الآن في هذا الوقت، وقاموا بعمل انتداب كبير لمدرب كبير. أعتقد أن الشيء الذي كان ينقص البي اس جي هو المدرب وقد أتى. أنت شايف على مستوى الإدارة الفنية في طموحات كبيرة لهذا المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان، وهل سيكون في يعني ضيف النهارده بنتكلم على ممكن يكون في تصادم في خلال الموسم من خلال النجوم والكنترول اللي ممكن يتعمل على الدريسنج روم، هل هو قادر على الحزم وقادر على التأثير بشكل كبير على النجوم كبار زي وعلى رأسهم نيمار ومبابي؟ أعتقد نعم، لأن مستر جالتير لديه الكاركتر، لديه الشخصية الكبيرة للتحكم في غرفة ملابس الفريق، وأعتقد أنه مدرب رائع وسيحدث فارق مع البي اس جي. طيب على مستوى العام للكرة الفرنسية، هل شايف أن الدوري الفرنسي في السنوات القادمة عليه أن يعمل كثيرا للتنافس قوي جدا مع الدوريات الأخرى زي البريمير ليج أو الدوري الإيطالي أو الأسباني، ما ينقص الدوري الفرنسي حاليا ليكون خلينا نتكلم في أحد الدوريات العظيمة يأتي مثلا بعد البريمير ليج، إيه اللي ناقص الدوري الفرنسي؟ بالنسبة للدوري الفرنسي أنتم تعتقدون أنه سهل، لكن الليغا بطولة صعبة وصعبة جدا، خاصة بعد فوز منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم. الأمور تغيرت وأصبحت فرنسا تمثل قوة كبيرة أيضا بين الدوريات الكبرى بين إنجلترا وألمانيا وإيطاليا،
والان اصبح الدوري مع باريس سان جيرمان اقوى لانه استقطب العديد من النجوم واللاعبين وايضا مارسيليا سيلعب في دوري ابطال اوروبا واليوروبا ليج. تتكلم على الكره الفرنسيه وان يمكن الكره الفرنسيه بتقدم او فرنسا بتقدم عدد كبير جدا جدا من المحترفين اللي بيلعبوا في الدوريات الكبرى 900 تقريبا لاعب محترف فرنسي في الدوريات المختلفه، هل شايف ان ده انعكاس طيب على الكره الفرنسيه وعلى منتخب فرنسا في السنوات القادمه؟ نعم اعتقد ان هذا شيء جيد للكره الفرنسيه بعد فوز فرنسا بكاس العالم، شهدنا العديد من اللاعبين الفرنسيين والشباب والناشئين اصبحوا يهتمون دائما بالاكاديميات في فرنسا ويهتمون باللعب داخل فرنسا ولا يفضلون الاحتراف بالخارج، واتمنى ان تقوم فرنسا بعمل كاس عالم كبير في هذا النسخه. بمناسبة كأس العالم، توقعك لمنتخب الفرنسي هل سيحافظ على اللقب أم يتجه اللقب إلى أمريكا اللاتينية أو أحد الفرق الأوروبية؟ العمل في فرنسا صعب جدا، وأنت تسأل مدير رياضي في نادي فرنسي، وأقول لك أن العمل على قدم وساق من أجل تقديم بطولة رائعة، العديد من الفرق هناك تنافس عظيم بين هؤلاء اللاعبين من أجل الالتحاق بقائمة كأس العالم، لكن بالعودة إلى سؤالك أعتقد الأمور ستكون صعبة. توقعاتك من بطل كأس العالم القادمة؟ أعتقد أن البرازيل والأرجنتين دائما مرشحين وألمانيا وبلجيكا وتأتي فرنسا بعدهم وإنجلترا، أعتقد أن هؤلاء هم المرشحون بالترتيب كما ذكرتهم لأن هؤلاء هم الأفضل حاليا على الساحة الرياضية. طيب قبل ما ننهي معاك برونو، استعداد كمان مونبلييه للموسم القادم من خلال بنتكلم طبعا على موسم مشتعل على مستوى اوروبا من انتقال اللاعبين والمدربين، عايزين نعرف التارجت، عايزين نعرف هل مونبلييه اهدافه ايه على المستوى القصير خلال الموسم القادم وعلى اللونج تيرم على مستوى يمكن السنين القادمه. في الوقت الحاضر هناك بعض المشاكل داخل أروقة مجلس الإدارة من أجل الميركاتو من أجل شراء بعض اللاعبين، الميركاتو ليس على ما يرام أفضل ما كنا نتمنى، نهينا العام الماضي بالمركز الثامن لكن أعتقد أن المنافسة ستكون صعبة بالنسبة لنا. برونو بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله لقاءات جاية وكل التوفيق ليك في مونبلييه وللكرة الفرنسية بشكل عام.